دلوقتي تقدر تشتري نسخه ويندوز اصليه من متجر سيتي كيو اوفر بسعر رخيص جدا زي ما انت شايف. وليكن مثلا لو انت عايز تشتري ويندوز 10 سعره $23، كل عليك بتضغط هنا على كلمه باي ناو، وهتلاقي فيك لك كوبون خصم بيعمل خصم 25% على سعر النسخه، يعني زي ما انت شايف سعرها $23 بيتحول ل $17. اما لو حابب تشتري نسخه ويندوز 11 اصليه زي ما انت شايف سعرها $31، بعد ما بتضغط على باي ناو بتبدا انك انت تضيف كوبون الخصم ال 25% وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها من $31 ل $23. وبالنسبه للبرامج المكتبيه زي اوفيس 2019 فانت زي ما انت شايف سعره $64 بعد ما تضغط هنا على باي ناو، وبتبدا تضيف كوبون الخصم ال 25% سعره بيتحول من $64 ل $48. وسائل الدفع الموجوده على الموقع كتيره جدا زي الفيزا والباي بيل والماستر كارد وباي، تقدر ترفع بيهم بكل سهوله وتحصل على نسخه اصليه تكون عندك مدى الحياه، وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه، مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اهلا بكم. هنتكلم النهارده باذن الله عن كيفيه حرق نسخه ويندوز 11 عندنا على فلاشه بطريقه سليمه وبطريقه مظبوطه وكمان بضغطه واحده بتقول ما واجهنا اي مشكله. فتعالوا مع بعض نروح حاسه المكتب ونشوف ازاي احنا نحرق نسخه ويندوز 11 عندنا على الفلاشه، يلا بينا. ودلوقتي عشان نقدر ان احنا نحرق ويندوز 11 على USB هنحتاج يكون عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه نسخه الاي او اس من ويندوز 11، ولو انت لحد دلوقتي لسه ما حملتش نسخه ويندوز 11 هتبص على الاي اللي هتظهر فوق في الفيديو دلوقتي، هتشوف الفيديو ازاي انك انت تحمل نسخه ويندوز 11 نسخه نهائيه. كمان هنحتاج يكون عندنا برنامج ريفيس، هتلاقينا في كليك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، برنامج صغير جدا حجمه حوالي 2 ميجا. بعد ما بتخش على الرابط هتضغط الضغط هنا بالشكل ده وتبدا انك انت تحمله عندك، وليكن هتخزنه عندك على الديسك توب، وتضغط هنا على سيف وبدء التحميل. بعد ما بقى عندنا البرنامج وكمان عندنا نسخه الايزو هنبدا نحتاج دلوقتي يكون عندنا يو اس بي حجمها اكبر من 6 جيجا، هنبدا نركبها عندنا في الجهاز. بعد ما ركبنا اليو اس بي عندنا في الجهاز هنبدا ان احنا نضغط على برنامج ريفيز دبل كليك عليه. دي واجهه البرنامج اول ما بيفتح معاك. البرنامج فيه اكتر من لغه ممكن تختار ما بينهم من خلال الايقونه دي، عندك اللغه الانجليزيه والعربيه والفرنسيه وبعض اللغات الثانيه، انا اختار اللغه العربيه. هيبدا يفتح معاك البرنامج مره ثانيه على الواجهه اللي انت اخترتها حسب اللغه. اول حاجه بتختارها في البرنامج هي اليو اس بي، بتتاكد انك انت هنا اليو اس بي بتاعتك اريا، انا مركب هنا يو اس بي 16 جيجا. ثاني حاجه بتختار نوع الاقلاع، ودي مخصصه انك انت تختار الايزو بتاعك، هتضغط هنا على كلمه اختيار، هيوديك عندك على الكمبيوتر هتشوف المكان اللي انت محمل فيه الايزو بتاع ويندوز 11 وتختاره بالشكل ده وتضغط هنا على اوبن. بعد كده هتنزل تحت هنا على تنصيب الويندوز، عندك خيارين تنصيب الويندوز الاساسي وويندوز 2 جو، اختار تنصيب الويندوز الاساسي زي ما هي. هنا بالنسبه لمخطط التقسيم عندك جي بي تي وعندك ام بي ار، جي بي تي او ام بي ار بتختلف من جهاز للتاني على حسب الجهاز بتاعك، وانت عشان تعرف انه اختيار افضل لك او اللي هيكون مناسب بالنسبه لك هتروح على الايقونه بتاعت الكمبيوتر وهتروح هنا على مانج او اداره، بعد كده هتفتح لك الصفحه دي، هتروح هنا على الديسك، هيبدا دلوقتي زي ما انت شايف يظهر لك جميع وحدات التخزين اللي انت مركبها، طبعا دي اليو اس بي وده الهارد بتاعي، فانا هاجي عليه كده على الجزء ده كليك يمين واختار هنا الخصائص وانتظر ثواني بسيطه، هروح هنا على الخيار ده هتلاقي زي ما انت شايف عندك هنا ظاهر لك كلمه ام بي ار او جي بي تي، ام بي ار او جي بي تي على حسب ما انت تكون عندك، فانت لو لقيت هنا ام بي ار يبقى تختار في البرنامج ام بي ار، لقيتها جي بي تي تختار في البرنامج جي بي تي. طبعا دي مهمه جدا عشان اثناء الاقلاع وتثبيت نسخه الويندوز ما تواجهكش اي مشكله وتكمل معاك التثبيت على طول. فانا هنا اختار ام بي ار عشان ظهرت لي ام بي ار، انت لو ظهرت لك جي بي تي اختار جي بي تي على حسب ما تظهر عندك. بالنسبه بعد كده لتسميه وحده التخزين اكتب الاسم اللي انت عايزه، انا هكتب ويندوز 11، اكتب الاسم اللي انت عايزه. بعد كده هنا بالنسبه لنظام الملفات خليها على ان تي اف زي ما هي. كده خلاص انت جاهز انك انت تضغط على كلمه ابدا عشان تبدا تحرق النسخه على اليو اس بي. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا قبل ما تضغط على كلمه ابدا، ان اي ملفات موجوده عندك على اليو اس بي دي هتعمل لها فورمات، فانت لو عندك ملفات مهمه عليها حاول انك انت تحتفظ بيها في مكان لحد ما تسطب النسخه، وبعد كده تفرمت الفلاشه مره ثانيه وتضيف الملفات بتاعتك. خلاص كده هضغط على كلمه ابدا، هتظهر لي الرساله دي، الرساله دي هتظهر لك في ويندوز 11 اثناء ما بتحرق ويندوز 11 على البرنامج. لو انت علمت على العلامات الصح دي كلها، يعني مثلا لو شلتها كده اهو، لو انت علمت على العلامات الصح دي كلها هيعمل لك حاجه اسمها تخطي لمتطلبات ويندوز 11. يعني زي ما انت شايف هنا، هنا طبعا بيقول لك على اقل امكانيات ممكن تسطب ويندوز 11 اللي هي 4 جيجا رام، وطبعا لو انت ما عندكش حتى التي بي ام تقدر انك انت تسطب ويندوز 11. كمان هيتخطى لك حساب مايكروسوفت، طبعا احنا عارفين كلنا ان ويندوز 11 في الاصدارات الجديده تقدر انك انت لازم انك انت تطلب منك تعمل حساب لمايكروسوفت عندك او انك انت تضيف حساب مايكروسوفت اثناء التسطيب، فانت مهم جدا انك انت تتعلم عليهم كلهم عشان تتخطى لك المتطلبات وكمان تقدر انك انت تتخطى طلب حساب مايكروسوفت. لو انت مش عايز وشايف ان جهازك امكانياته قويه وشايف انك انت عايز كمان تضيف حساب مايكروسوفت، شيل علامه الصح من هنا ومن هنا، انا هضيفهم بالشكل ده واضغط هنا على اوكي. خلاص دلوقتي هيبدا دلوقتي يجيب لي رساله تحذيريه يقول لي ان هو هيفرمط لي اليو اس بي، هضغط هنا على اوكي، وهيبدا دلوقتي يعمل لي فرد لجميع الملفات على اليو اس بي. هنتظر لحد ما يخلص خالص ويجيب لنا كلمه اغلاق. تمام كده خلاص البرنامج خلص عمليه حرق النسخه على اليو اس بي، هضغط هنا على اغلاق.
لو رحنا دلوقتي على الكمبيوتر عشان نشوف النسخه عندنا اليو اس بي، هتلاقي اليو اس بي عندك بالشكل ده. لو خلعنا اليو اس بي دلوقتي وركبناه مره ثانيه زي ما انت شايف، هتلاقي دلوقتي ظهر لك الايقونه دي، ودي دليل انك انت كده حرقت النسخه بطريقه صحيحه جدا على اليو اس بي. لو انت كده مش بكل سهوله قدرنا نحرق نسخه ويندوز 11 عندنا على الفلاش. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وكل استفدتوا منها. يا ريت نشترك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.